صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد وزير رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد شرفني سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس القمة العربية بإلقاء كلمته الرئاسية بمناسبة افتتاح الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة، السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في مستهل كلمتي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لصاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. لقد تشرفت الجزائر باحتضان الدورة 31 للقمة العربية في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، فضلاً عن اندلاع الأزمة الأوكرانية التي وضعت العالم في حالة استقطاب متزايد وأمام تحديات جديدة متمثلة خاصة في الأمن الغذائي والطاقوي. وفي هذا الصدد أجدد الدعوة لتعبئة الطاقات التمويلية العربية، لا سيما صندوق النقد العربي والصناديق العربية القائمة لمساعدة الدول الأعضاء التي هي في أمس الحاجة لهذه المساعدات لتمكينها من تجاوز هذه الظروف الدولية العصيبة. على الصعيد العربي، ستنظم الجزائر خلال الشهر الجاري الندوة العلمية الأولى حول الأمن الغذائي في الوطن العربي بحضور كبار الخبراء والمختصين العرب للخروج بمقترحات علمية وعملية ومشاريع ملموسة تمهيداً لاعتمادها وتجسيدها بما يدعم الأمن الغذائي لشعوبنا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد وضعت الجزائر رئاستها للقمة العربية تحت شعار لم الشمل، حيث بعد إعادة توحيد الصف الفلسطيني في الجزائر الذي كلل بتوقيع الإشقاء الفلسطينيين على إعلان الجزائر والتزامهم بالعمل على تجسيد الاستحقاقات المتضمنة فيه، نواصل التنسيق مع أخي فخامة الرئيس محمود عباس مساعينا الرامية لاستكمال مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية. شعار لم الشمل تجسد كذلك باستعادة سوريا الشقيقة مقعدها الطبيعي في جامعة الدول العربية بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلت، ومما يضفي عن هذه العودة طابعا خاصا بالنسبة للشعب الجزائري كونها تأتي تزامنا مع إحياء الجزائر لذكرى مجازر 8 ماي 1945. وأود أن أرحب عاليا باسترجاع سوريا لمقعدها بين أشقائها مع توجيه الشكر إلى كل الدول العربية الشقيقة التي ساندت مسعى الجزائر وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وفاءً لمسؤولياتنا التاريخية إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وتجسيداً لمركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعب الجزائري، فلقد سخرت الجزائر دبلوماسيتها خدمةً لقضيتنا المركزية، حيث واصلنا المساعي على مستوى الأمم المتحدة لحشد الدعم اللازم بغية توسيع قاعدة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، وذلك بالتنسيق مع كافة الأشقاء العرب. كذلك وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، طالبنا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ليس فقط لوضع حد لتعنت الاحتلال
ورفضه الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، وإنما لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لسياسة الاستيطان التي تمارسها سلطة الاحتلال. كما ساهمت الجزائر في الخطوات العملية التي تم اتخاذها من أجل اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل دور محكمة العدل الدولية من أجل تكريس حقوق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن توقيعها للائحة التي تمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة حيال قرار سلطة الاحتلال بفرض إجراءات عقابية على الشعب الفلسطيني وقيادته ومجتمعه المدني، وهذا بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لرأي استشاري من محكمة العدل الدولية، مع رفض الجزائر كل الإجراءات العقابية داعية رفقة باقي الموقعين إلى الغاء الفوري لهذه الإجراءات. من جانب آخر، وتنفيذا لقرارات قمة الجزائر، إن عقد مؤتمر دعم القدس وتوج باعتماد جملة من الإجراءات من شأنها تعزيز صمود أهلنا في القدس الشريف الذين يتعرضون يوميا إلى ممارسات إجرامية واستهداف حياتهم، بالإضافة إلى القمع الاستيطاني الممنهج وسط صمت دولي رهيب وعجز تام عن ضمان الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته. لقد أقدمت سلطة الاحتلال على تصعيد خطير تمثل في الغارات الجوية الغاشمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مخلفة العديد من الشهداء والجرحى، من بينهم أطفال ونساء عزل. إننا ندين بشدة هذه الأعمال الإجرامية، ونجدد تضامننا الكامل والدائم مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة والممنهجة، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من استرجاع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً لمبادرة السلام العربية التي أكدنا جميعاً تمسكنا بها في قمة الجزائر. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لطالما دعت الجزائر لا سيما خلال القمة العربية السابقة إلى الاهتداء بفضائل الحوار لتأسيس علاقات بناءة مع دول الجوار الجيوسياسي التي نتقاسم معها روابط الدين والتاريخ والإرث الحضاري، فضلاً عن العامل الجغرافي. وفي هذا الإطار نعرب عن ارتياحنا لبوادر الانفراج التي حدثت من خلال التقارب الحاصل في العلاقات العربية مع الجارتين تركيا وإيران، والذي نتوسم فيه انفراجاً في أزمات المنطقة واستقرارها وخفض التوترات، مما يفتح آفاقاً رحبة للتعاون والشراكة، ويمهد لإحلال السلام في المنطقة وفي بعض الدول الأعضاء، لا سيما في اليمن الشقيق، حيث نثمن كل الجهود المبذولة لتسوية هذه الأزمة بصفة نهائية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. كما نؤكد على ضرورة تعزيز التضامن مع أشقائنا في الصومال وجيبوتي في مواجهة الجفاف الذي تشهده منطقة القرن الإفريقي للعام السادس على التوالي، والتي تتطلب منا تدخلاً عاجلاً لتفادي كارثة إنسانية محدقة بهذين الشعبين الشقيقين وكافة شعوب المنطقة.